ضوء عليها منتديات ومؤتمرات الشباب اللي بدأت فكرتها منذ ما يقرب من عامين، اللي بتكون بحضور طبعا رئيس الجمهورية. واعتقد انه يعني مش محتاجين نقعد نتكلم اكتر، لانه صعب قوي ان دلوقتي مبقاش في حد مش عارف فينا حتى كمصريين انه المؤتمرات دي بتكون فرصة ممتازة انه رئيس الدولة يقعد مع شباب من مختلف الفئات، من فئات اجتماعية كتيرة جدا، من محافظات مصر المختلفة، من الصعيد ومن الدلتا ومن القاهرة الكبرى، من كل مكان، بيتكلم معهم بشكل مباشر، بيسمع آرائهم، بيسمع هم عايزين يقولوا إيه، بيسمع أفكارهم، بيسمع شكاواهم. بتوصل في بعض الأوقات لدرجة إنه في شباب بيبقى عنده فرصة إنه يرفع إيده ويقوم ويتكلم مع الرئيس على مشكلة في قريته، على مشكلة مية عندهم في القرية، على مشكلة صرف عنده في المية، بيطرحوا عليهم أفكار. الحقيقة ده غير بقى المؤتمرات، الندوات نفسها اللي بتقام في المؤتمرات دي، اللي بيكون فيها تنوع في اختيار المواضيع. كل حاجة ممكن تتخيلها بتلاقي الشباب دول بيتكلموا عنها، بتتكلم على حاجات سياسية، بتتكلم على موضوعات اقتصادية، أطروحات، أفكار، محاكاة للحكومة، محاكاة للبرلمان، محاكاة للأمم المتحدة، محاكاة لمنظمات دولية. كل دي أفكار الحقيقة رائعة ومهمة ومحترمة. اللي بيصممها واللي بيفكر فيها واللي بينفذها وبيشتغل عليها واللي بيقدمها كلهم شباب في المقام الأول. الشباب دول الحقيقة لما انطلقوا بمنتدى شباب العالم اللي كان في شرم الشيخ منذ شهور، الحقيقة انه يعني تم الإعلان مؤخرا انه هيكون ان شاء الله المؤتمر الثاني بقى لشرم الشيخ العالمي او منتدى الشباب العالمي، هيكون ان شاء الله خلال نوفمبر القادم 2018 كمان في شرم الشيخ. الحلو في الموضوع انه في شباب بقى بره، يعني شباب مش مصري، شباب أجنبي، من خلال أكتر من مؤتمر. الحقيقة كان من ضمنهم يعني مثلا على سبيل المثال يورو إيجيا، والمؤتمر ده موجود حاليا، مقام حاليا في روسيا. الحقيقة إنه الشباب ده بشكل تطوعي، يعني لا حد قال له ولا حد اتكلم معاه ولا حد قال له لو سمحتوا النبي يعني بعد إذنك بس اتكلم لنا كده شوية على منتدى شباب شرم الشيخ. لا، الشباب دول اللي من كذا دولة في العالم اللي بيحضروا حاليا مؤتمر يورو إيجيا، هم الحقيقة اتكلموا في إحدى هذه الندوات عن منتدى شباب العالم اللي إن شاء الله سيقام في شرم الشيخ التاني بقى اللي سيقام في شرم الشيخ في مصر. كمان هم الحقيقة وجهوا دعوة للشباب هناك اللي كانوا موجودين بيحضروا المنتدى ده في روسيا، إنهم يسجلوا في هذا المنتدى، يدخلوا على الويب سايت، يسجلوا، يعملوا ريجستريشن عشان يقدروا يكونوا من الناس أو الكانديدتس اللي ممكن تيجي تحضر أو يتم دعوتها لحضور هذا المؤتمر وزيارة مصر أرض السلام والحضارة. دي الحقيقة كانت يعني الحقيقة كانت حاجة محترمة جدا. يعني فكرة إنه زي ما بقول لحضراتكم الناس دي محدش قال لها لو سمحتوا اتكلموا عننا. هم الشباب هناك في اللي بيحضروا المؤتمر ده من مختلف الجنسيات اللي موجودين في روسيا، هم سمعوا عن الفكرة دي. وعلى فكرة بصرف النظر بقى إن إحنا يعني نتكلم على إنه ده منتدى يعني محترم وجميل وفكرة حلوة وفكرة جديدة، لا، يعني حضرتك ننظر كده لبعض التجارب مثلا في دول أخرى حول العالم، ما أعتقدش أو يمكن يعني ما سمعناش إنه كان في مثل هذه المنتديات اللي موجودة في العالم. وبالتالي دي فكرة محترمة، فكرة مصرية شبابية في المقام الأول، راعتها الدولة المصرية والقيادة السياسية بشكل كبير جدا. امبارح كمان كان في فريق للتسويق الدولي أو اللي هو الانترناشنال ماركتينج كان في إكوادور، زار الجامعة هناك. شباب التسويق ده راحوا زاروا جامعة إكوادور، ودي الحقيقة كانت أول جامعة تم تأسيسها ويمكن تاني أكبر جامعة موجودة هناك. والانترناشنال ماركتينج تيم ده من شباب الدولة نفسها هناك كمان عملوا نفس الحاجة اللي عملوها الشباب في روسيا، وقفوا كده هناك وسط الشباب وقعدوا يتكلموا عن منتدى شباب العالم في شرم الشيخ اللي جاي إن شاء الله. قعدوا يشرحوا للناس اللي حاضرة، الشباب اللي موجودين بقى، إيه فكرته، وإنه ده يعني يوث كونفرنس أو مؤتمر للشباب، ويتكلموا معاهم عن إنه بيبقى في شباب من كل مكان في العالم. الكلام ما بيبقاش عن أي اختلافات، إحنا we don't look for differences، إحنا we look for common issues، أو إحنا ما بنبصش، لا ننظر إلى أمور اللي إحنا مختلفين فيها، إحنا بننظر للأمور اللي العالم، شباب العالم مشترك فيها. شباب العالم مشترك في مشاكل لها علاقة بالتلوث، لها علاقة بالحروب، لها علاقة بالمجاعات، لها علاقة بالعلم والتطور، لها علاقة بالتكنولوجيا. إحنا مشتركين في الأمل لبكرة، مشتركين في النظرة
الجدية لغدا، مشتركين إلى محاولة، أو دي يمكن كلمة شباب العالم وجهها حتى من منتدى شرم الشيخ الماضي، وأكيد إن شاء الله هيعمل على توجيهها كمان في المنتديات القادمة. نداء إلى العالم كله، مجلس إدارة العالم، كفانا حروب وكفانا اختلافات وكفانا صراعات، ولننظر إلى الأمور المشتركة ما بيننا، ولنحاول أن نذيب تلك الخلافات اللي موجودة، لأن شباب العالم النهاردة يرغب له ولأولاده في المستقبل إن شاء الله أن يحيا حياة أفضل بكثير من تلك الحياة المليئة بالصراعات الكثيرة حول العالم. هنطلع